مشى ليا كل شيء جديد، كل شيء ضربه فيه تماره باش شاريه. ولا كنت عايشه بخير، ما خصني حتى حاجه، ما خاصها حتى خير مع راجلها، خصني حتى حاجه خويا. السلام عليكم ورحمة الله متابعيني، كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. كما لاحظتوا البارح شاركت معكم واحد الفيديو اللي جد مؤلم، الحريق اللي وقع في مدينة الرباط في الدار ديال الأخت ديالنا كاملين حنان، اللي خصنا نعاونوها وعلاش لا ولاد الخير يساعدوها. وليت درت هذا الفيديو هذا غير باش نوريكم الخسائر الفادحة اللي جات صورتها الصحافة شوف تي في. وما نساوش الصحافي العقاوي اللي تبارك الله عليه، اللي كان دائما حاضر في قضيه رايان الله يرحمه، كذلك جا في هذه القضيه هذه اللي هي الحريق ديال المنزل ديال الاخت حنان. الدار ديالها مسكينه كامله مشات كما كتشوفوا في الفيديو، كل شيء ضاع ليها للاسف. هي اللي خدامه مسكينه على 5 ديال الافراد، راجلها مسكين ديجا مريض بالسكر ودار بزاف العمليات على الرجل ديالو، كان متواجد هو والابن ديالو اللي باقي تربيه علاش تحرق بزاف، حيت مسكين بغى ينقذ الطفل ديالو اللي باقي صغير، كلوه في الكاشه وبغى ينقذو مسكين، فاش كان مخرجو شعلات فيه العافيه. للاسف راه باقي في الانعاش، باقي في مستشفى السويسي هنا في الرباط. الام مسكينه كانت خدامه، عيطوا ليها في الصباح مع ديك 11، جات مخلوعه، لقات كل شيء حوايجها كل شيء محروق، كل شيء في الزنقه. الولد ديالها مسكين الكبير عنده بيت الفوق، وصلت العافيه حتى للفوق البيت ديالو، نقص مسكين من السطوحه مشى عند الجيران باش ينقذ راسو. الولد كيبكي وتيقول عافاكم، بغيت غير با اللي بغيتكم تساعدوه، با اللي بغيتكم تنقذوه، بقى فيا بزاف حيت في حاله خطيره بزاف. اما الحاله الماديه كما كتلاحظوا خسائر فادحه، كل شيء مسكينه ضاع عليها هاد المراه اللي وراها واللي قدامها. كذلك كان حاضر العم ديالي اللي كنشكره بزاف، عطى التصريح ديالو على هذا الحريق هذا، هو جار قريب ليهم بزاف. غادي نخليكم مع العم ديالي وغيعطي الاسباب اللي خلات الاندلاع ديال الحريق كان كثير بزاف بزاف. تبعوا لا فيديو. خويا المشكل ديال الضو عند هذا اللي صاوب المكنه ديال الضو، ما دارلهمش فيزي بلاص الضو، ما عندوش فيزي بلاص، ما كاينش الضو ديريكت. ديريكت من المكنه ديريكت طالع لي انا، حتى انا لصقت لما الضو ديال التحت، دابا البراشي تما انا الضو تاعي، انا اللي حيدت لما هذا البراشي. انا انت عارف هذا الشيء ديال الضو دابا، ما كاينش كون كان دابا الفيزيبل شنو، ما يوقع والو، ما يوقع والو، غيتضرب الفيزيبل وغيمشي، ما غيكون لا كوتيرك ولا والو، ما غاتكونش العافيه. تنتمنى، وهذه رساله حتى انا، انت دابا تريسيان وعارف بين هذا الدار ما فيهاش حتى فيزيبل، خطير، ما كاينش، ما كاينش فيزيبل تاعك، هبط انت غتشوف المكان ديريكت، الخيوط المكان ديريكت طالعين لهنا. والطوبلين جا عندهم ما كانتهم بوحدهم، بوحدهم ولكن المكان انت ما دارلاش فيزيبل، من المكان تحت فهمتي، ما دارش فيزيبل، تكون الفيزيبلات غيتحرق غاديك الروح، غادي يطيح، غادي يطيح المكانه، غادي تحرق الفيزيب، غيمشي الفيزيب، غيمشي الجدار كامله، ثلاثيام ايطاج، ما غيمشيش. دابا من الضو ما لقاش فين، بقى مزير، ما كاينش الفيزيب، صافي هو انفجر. اذا اخوان شكون هو؟ لا كتعرفوا؟ خويا عبد الله، هو عبد الله بحال خونا مسكين، خويا هذاك راه عيبو بعيد، الله يعمرها دارو، واش الناس الله يعمرها دار، ديما كنحيدش من داري. ديما كتجي عندنا قد ديما بحال حنا بحال الخوت، الحمد لله راه خوت ماشي ديما ناكلو كاملين. ديما عبد الله واختي ويلي، ديما كنحيت على البارح كانت عندي في الدار، ديما عندي عائله وحده، حنا شي كيدخل وحنا جيران هنا من 91، ما عمر العيب شفناه فيهم، الله يعمر لهم الدار، ناس دراويش، ناس بخير، الله يعمر لهم الدار، ونطلبوا الله، الله يجعل سيدي ربي الا صبرهم.